السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته المشاهدين ديالي الأعزاء، مرحبا بكم عندي في قناتي لاباس تي في. اليوم غادي نقدم معكم مادلين بالأناناس. اللي غادي نحتاج فيه عندي هنايا 200 غرام ديال الدقيق الأبيض، عندي واحد الخميرة كيماوية وزن 8 غرام، عندي هنايا نص معلقة صغيرة ديال الناتخون، عندي هنايا 150 غرام ديال السكر، 3 مليلتر ديال الزيت، عندي هنايا 250 غرام ديال الياغورت الطبيعي، 50 غرام ديال الكوك، عندي هنا واحد البيضة، عندي هنايا 250 غرام ديال الأناناس اللي مقطع طروفة اللي صفيتو. غادي نبداو. نخلط الطحين مع الخميرة الكيماوية، الناتغون والكوك. نحطهم في الجنب وغادي نهز واحد الإناء، غادي ندير فيه البيضة، الزيت، ندير هاد السكر، ياغورت طبيعي. غادي نخلط هاد العناصر مع بعضياتهم. ودابا غادي نزيد هاد الخليط ديال الطحين مع الخليط ديال البيض. من بعد ما نخلط هاد العناصر مزيان غادي نزيد عليه هاد الاناناس، الطروف هاد الاناناس اللي كنا اللي قطرناهم مزيان بالماء، وغادي نخلطوه مع هاد الخليط. من بعد ما خلطت العناصر كاملين جا على هاد الشكل هذا، ودابا غادي نديرو في الصينيه ديال المافين. مقياس ديال واحد المعلقة كبيرة، اللي عمرت هذا الشيء كامل غادي نديرو دابا في الفران اللي سخون على درجه حراره 180. من بعد ما دازت 20 دقيقة المافين ديالنا، المادلين ديالنا جا على هذا الشكل هذا. المشاهدين ديالي العزاز، ان شاء الله هذا المادلين يكون نال الاعجاب ديالكم، كيجي راتب بالاناناس، ويمكن لكم تستبدلوا اناناس بالبرتقال ولا بالتوت. شكرا على حسن المتابعة، إلى فيديو آخر إن شاء الله.